يا هلا فيك أخوي، حياك الله وعساكم من عواد إن شاء الله. واليوم جامعة الكويت بدأت في تقديم طلبات الالتحاق، وطبعا التقديم الإلكتروني عن طريق شبكة الإنترنت، والطلبة اللي تقدموا لحد الآن اليوم 4500، والباب مفتوح إلى يوم 20 إن شاء الله، 20/6. نعم. بعد ما نسكر باب القبول إن شاء الله ما يقدر أي طالب يعدل في رغباته أو إنه يقدم مرة ثانية لجامعة الكويت. نعم، كل من استوفى الحد الأدنى سيقبل وفقا لتصريح العميد، فهل يشمل ذلك كل الفئات المتقدمة؟ أي نعم، كل الحدود، الطالب المستوفي الحد الأدنى للقبول اللي هي 78% للقسم الأدبي و70% للقسم العلمي راح إن شاء الله ينقبلون، ولكن اللي راح ينقبل بالفصل الدراسي الأول اللي معدلاتهم 75% للقسم العلمي فما فوق، والحاصلين على معدل 80% للقسم الأدبي فما فوق، واللي أدنى من هذه المعدلات إن شاء الله راح يتم تأجيل قبولهم للفصل الدراسي الثاني. ماذا عن القدرة الاستيعابية للجامعة؟ هل المقاعد محددة العدد سلفا أم أنها تحدد بعد قفل باب التقديم بحسب الأعداد والرغبات المسجلة؟ حسب قرار مجلس الجامعة، الأعداد المفروض نقبلها في جامعة الكويت 6300، حدد مجلس الجامعة عدد 6300، ولكن كل طالب مستوفي الحد الأدنى للقبول إن شاء الله راح نقبله، بما معنى أن هذا العدد 6300 راح يزيد، مو هذا العدد اللي راح نوقف عنده. نعم، مدير إدارة القبول بجامعة الكويت هند سالم، شكرا جزيلا.